برعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وبدعم كريم من صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، يقام الافتتاح الرسمي لمعرض البحرين الدولي للحدائق بتاريخ 3 مارس 2020. وخلال مؤتمر صحفي عقدته المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، أوضحت سعادة الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة أن المعرض يعتبر مناسبة فريدة تسهم في خلق فرص هامة للمؤسسات المشاركة لتنمية أعمالها وتوسيع نطاق أنشطتها محليا وإقليميا ودوليا. فرص متنوعة وخبرات متميزة في المجال الزراعي تنطلق في 3 مارس القادم بمعرض البحرين الدولي للحدائق، والذي يعد من أبرز المعارض الإقليمية المتخصصة في المجال الزراعي بما يوفره من معلومات ثرية وفرص لتبادل التجارب والآراء والاطلاع على أحدث الابتكارات في هذا القطاع، خصوصا وإنه يتناول بشكل سنوي شعارا مختلف يلامس واقعا الزراعي. وفي هذا الموسم سينطلق المعرض تحت شعار الماء تجديد الحياة، وسيركز على أهمية الماء وكيفية المحافظة عليه. المعرض السنة ركز على شعار متعلق بالماء واستمرارية الماء واستدامته، لماذا؟ لذلك من أهمية قصوى في العملية الزراعية، فلابد أن كل جهة معنية تأخذ الإجراءات اللي عليها وتحدد الطريقة المثلى لإدارة استخدام المياه. أما بالنسبة للمشاركات التجارية فالحمد لله رب العالمين توفقنا في زيادة عدد المشاركين من الخارج، اليوم وصلنا إلى 3 مشاركات محلية و2 مشاركات خارجية، فهذه شيء طيب، معناها أن صيت معرض البحرين الدولي للحدائق انتشر عالميا والناس أصبح عندها ثقة في أنها تأتي إلى مملكة البحرين وتواجد معنا في هذه المناسبة، وتعتبر منصة المعرض منصة قوية ومفيدة بالنسبة لهم. أكثر من 200 عارضا بالإضافة إلى عدد من الجهات العلمية من البحرين والكويت متخصصة في المجال الزراعي ستشارك في المعرض لتستعرض آخر الأبحاث المتعلقة بالمياه وطرق المحافظة عليها. عن المعرض الدولي اللي هو عن المياه، هذا خليناه في كأس صاحبة السمو للتصوير الفوتوغرافي للحدائق، كان اللاندسكيب اللي هو التصميم في الحديقة كان عن الأجسام المائية في الحدائق المنزلية والحدائق العامة، والصورة المقربة كان عن نبات مائي جديد هذا العام اللي هو كأس الرفاع بيوز المخصص للمدارس الحكومية والخاصة في مجال الفن في حديقة المدرسة، وهاي يعني كان صراحة المشاركين فيه واللي قدموا شيء فوق الروعة، بالرغم انه هو شيء جديد حاولنا توصيل الفكرة لهم استخدام بالمواد المعادة. هذا المعرض السنوي استطاع على مدى دوراته السابقة أن يشكل جسرا هاما للتواصل وتعزيز علاقات التعاون المثمر بين المؤسسات الإقليمية والدولية ونظرائها المحليين، فمهد الطريق بصورة مثالية للشركات الراغبة في دخول أسواق المنطقة وتعزيز مكانتها وحصتها فيها. تحت شعار الماء تجديد الحياة ينطلق معرض البحرين الدولي للحدائق 2020 في مارس القادم، حاملا في جعبته الكثير والكثير من الأساليب المثلى للحفاظ على الماء باعتباره سر الحياة. هولا الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.